توصل مسؤول نادي الزمالك لاتفاق مبدئي مع التونسي حمزة المسلوسي مدافع الفريق لتجديد عقده مع الأبيض خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل. وقال مصدر في الزمالك: إدارة الكرة بالزمالك اجتمعوا مع التونسي حمزة المسلوسي خلال الأيام الماضية، وجرى خلال الجلسة الاتفاق على الخطوط العريضة لتجديد عقد اللاعب. وأشار المصدر إلى أن حمزة المسلوسي يرحب بالاستمرار مع الزمالك وتمديد تعاقده، خاصة أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني أوصى بتجديد عقد المسلوسي نظرا لاحتياج الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إمكانية توظيفه في أكثر من مركز. ويستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادي مبيت عقبة اليوم استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجل من الجولة 11 من مسابقة. وكان جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.